بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي طلال المسكري، أتقدم باسمي وباسم أفراد قبيلة المسكري وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي رعاه الله، وصاحب السمو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني أو اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة. سلام يا دار الكرم والجود يلي عليها الغانمين وفود، دار المكارم والفخر والهيبة عون الضعيف ومزبن المضغوط، سبع الإمارات الأبا والعزة في كل شيء شامخة كالطود. يا دار زايد كل ما بك زايد والناس برضله عليك شهود، أنتي منار المجد وانجازاتك تحكي على أرض الواقع المشهود في ظل منهم للعلا ساروبك بالبذل والتخطيط والمجهود على خطى زايد ومبدأ زايد حتى تحقق حلمه المنشود، الله يبيحه ويتجاوز عنه لو غاب ذكره بيننا موجود. عاش اتحاد الدولة وريسها واخوانه اللي له سند وعضود، عاش ابو خالد زبون الكايد اللي بحر جوده بدونه حدود، شيخ كفوفه بالعطاء ممدود اكرم ببذله من هبوب النود، محمد ولد زايد ويكفيه اسمه يسبق قدومه ذكره المحمود، مضرب مثل في فعله هو وقفاته شيخ التواضع والعطاء والجود، ريف الخوي اللي يذري بشته قربه شذا عنبر ومسك وعود، يعيش وتعيش الديار الحرة بمن وأمان وخيرها في زود، وتبت يدين الطامعين وتبت يدين